هذه اكثر حاجه كتخلي الدراري يخسروا فلوسهم في الايكوميرس. البنت صيفطت لي بغيت نعرف كيفاش نخلص انستغرام ويدير لي اشهار ونصاوب هذاك براند واقيلا سميتها وادس وداكشي ما كنفهم فيه والو، ما العلم انني درت باك ديالي بسميتي. خدات الفلوس ومشات صايبات واحد السلعه وهي ما كتعرفش كيفاش تبيع داكشي سوغ انترنت، ما كتعرفش تطلق الادس، ما كتعرفش انستغرام وفيسبوك كيفاش كيخدموا، ما كتعرفش الفرق ما بين المتجر الالكتروني وما بين السيت ويب، وبيان سور باغي تخدم هادشي. علاش؟ حيت سمعات شي شخص كيقول بلي الكوزميتيك فيه الفلوس، ولي درت شي برودوي ربما غدير اللاقه ديالو بصح، دونك هي اوتوماتيكمون ركزات غير مع البرودوي خاصها توجدو، ولكن ما عندهاش كيفاش تقدر تبيعو. هادشي كيجيني بحال انت باغي تلعب شي لعبه وما عارفش لي ديطاي ديالها كاع، وغادي تلعب كونتر واحد الادفيرسير اللي غيشدك ما غيرحمكش، وبيان سور فلوسك غادي يضيعو. اول حاجه كنعرف كيفاش غنلعب، وعاد كندخل كنبدا نصيد دقه دقه. لينا في شهرين هاد البنت ما خدماتش ليها هاد السلعه هادي، اول حاجه كيديروا ليها فلوسها، ثاني حاجه غتاخد فكره على الايكوميرس بانه ما خدامش ومضيعه ديال الفلوس، ثالث حاجه غتفقد الامل ديال بصح انه واحد النهار تقدر دير بروجي خاص بها. اول حاجه تعلم كيفاش تطلق اعلانات فيسبوك، وبيان سور فاش كنقولوا فيسبوك حتى انستغرام داخل فيها، تعلم الاعلانات تيك توك، صايب متجر الكتروني عادي جدا في بلاتفورم يوكا. الحاجه الثالثه حاول ما يمكن انك تيستي منتجات حتى يبانو كيطلبوا، عاد ديك الساعه ممكن انك تشريهم، ما تشريش السلعه وانت يلاه في مرحله ديال التيست ومازال ما طالقش يدك مزيان، تهلا في راسك.